يا مساء الفل من تركيا. النهارده في الفيديو ده حابب انقل لكم الاجواء الحاليه الموجوده هنا في تركيا، خاصه في مدينه ازمير، وخاصه كمان ان انا بصراحه سعيد جدا جدا لان اخيرا بعد اكتر من 3 او 4 شهور بدات الحياه ترجع تاني في الشوارع. او زي ما انتم شايفين يعني حاليا المطاعم الكافيهات المحلات بالكامل بتعمل بشكل طبيعي، فانا هحاول اتمشى معاكم كده لمده دقيقه ومش هحاول اتكلم بحيث تعيشوا الاجواء معايا. الشارع اللي انا موجود فيه حاليا واحد من اهم واكبر الشوارع الموجودة في مدينة ازمير. اسم الشارع هو كبر الشهتليري او باللغة العربية شهداء قبرص، في منطقة اسمها آل سانجاك. هنا في تركيا كان تم اصدار قرار بالسماح باعادة فتح المطاعم والمقاهي لغاية الساعة 10 مساء بشكل يومي، وده طبعا مع الالتزام بارتداء الماسك او الكمامة في الاماكن المزدحمة. في نقطتين حابب اتكلم عنهم بخصوص اللي حصل في تركيا خلال الثلاث شهور اللي فاتوا. بكل صراحة يعني انا رأيي الشخصي ان تعامل تركيا مع فيروس الكورونا كان ممتاز جدا. طبعا زي اي دولة في العالم كان في البداية في بعض السلبيات، ما كانش في حد مستعد ان الفيروس هينتشر بالشكل ده، لكن بصراحة يعني بعد اول اسبوع او اتنين كل الاجراءات والخطوات اللي تم اتخاذها هنا قللت بشكل كبير انتشار الفيروس. والدليل على كده زي ما انتم شايفين يعني الحياة اكيد واضح في الفيديو، يعني الحياة رجعت بشكل يعتبر شكل كامل. تاني نقطة حابب اتكلم عنها بخصوص الكمامة. يعني انا النهاردة لاحظت ان انا من بداية انتشار فيروس الكورونا في تركيا يعني تقريبا من شهر مارس ما دفعتش ليرة تركية واحدة عشان اشتري كمامة، والسبب لده طبعا ان هم هنا بصراحة تم توفير الكمامات بشكل مجاني سواء من خلال محطات المترو ومحطات الترام، بعد كده عملوا ماشين تقدر من خلالها تحصل على الكمامة باستخدام كارت المواصلات اللي بتستخدمه هنا، فدي برضو نقطة إيجابية حبيت أنقلها لكم. طبيعة الحياة هنا في مدينة إزمير إن الناس دايما بتقضي معظم وقتها خاصة في فصل الصيف على ساحل البحر أو الكورنيش، فزي ما انتم شايفين الناس مصدقت يتلغى حظر التجوال ويكون في قرار بالسماح بالخروج من المنزل، والتجمعات كلها حاليا موجودة على ساحل البحر. طبعا خلال الثلاث شهور اللي فاتوا كان ممنوع تماما الخروج والتجمعات على ساحل البحر، وكان دايما موجود دوريات للشرطة بتمر وبتوقع غرامات كمان لو لقوا حد موجود على الكورنيش. عامة ده اللي حبيت انقله لكم النهاردة من هنا من مدينة ازمير في تركيا. حبيت ابشر الناس يعني ان في امل ان شاء الله ترجع الحياة لطبيعتها لو الناس التزمت بالتعليمات، كل واحد يلتزم بالتعليمات الخاصة بالدولة اللي هو فيها. وحابب اوضح ايضا يعني الناس هنا مش خرجوا مثلا اهمال منهم او شيء، هي الحكومه هنا خلاص اعلنت وقررت ان مسموح الخروج في الاماكن العامه وعلى السواحل والحدائق العامه، فان شاء الله تعدي الايام دي على خير على الجميع وترجع تاني الحياه زي ما كانت.